أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الحمد لله رب العالمين. أنا مسمي هذا التسجيل باب النصر. ربنا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ما نحن فيه من فتنة دي، في ناس ظلموا شوية، لكن لأنهم سكتوا عمت الفتنة كل الناس، وده وعد الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. عرفت؟ لكن ربنا قال شنو؟ ربنا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الباب النصر الاستغفار. الليلة دي ليلة الجمعة، ليلة 28/12/2023، ونحن مقبلين على نهاية العام. أنا داير أي زول من 40 مليون سوداني بيسمع تسجيلي ده يتوب إلى الله توبة نصوحة نصوحة، يندم على ما فات ويعزم على عدم العودة، كويس؟ ويرجع أي حق لسيده ويستعفيه، كان غيبة أو نبيبة أو مال أو غيره. لو ما قادر هسه يعزم على ذلك ويتصل عليه ويقول لي برجع إليك، ونعمل هذا الورد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه 1000 مرة. والألف مرة دي ما عشان رقم، هو ما قال 3 ربنا تعب عليه وكان فر من الزحف، لكن عشان نشغل ونحقق قلوبنا ونحقق التوبة في دواخلنا. 2، من مغيب شمس الليلة دي يعني الجمعة دي، الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دارينها 1000 مرة، لأن من صلى عليها صلاة صلى الله عليه بها 10. إذا الله صلى عليك صلاة الله هي رحمته ليك، فنحن أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عشان ما نشتغل بغيره. ونقوم ليلة هذه الجمعة القنوت التلت الأخير إن شاء الله بالإخلاص، ونبكي إلى الله ونتوب ونستغفر توبة حقيقية. أي واحد فينا من 40 مليون ومن 7 ولا 10 مليون اللي قاعدين برا السودان في الخليج ولا في مصر ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أستراليا ولا في الصين ولا في الشرق، نتوب توبة حقيقية إلى المولى عز وجل. يوم الجمعة الصلاة على النبي 1000 مرة بالصلاة الإبراهيمية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. إضافة إلى حسبنا الله ونعم الوكيل بتحقيق معاني هذه الحاجات الثلاثة: الاستغفار والصلاة على النبي وكلمة التوحيد وحسبنا الله ونعم الوكيل. تتحقق منها. أنا قلت الرقم 1000 ده عشان ما ننشغل بغيره، ونتوب إلى الله. والله العظيم ربنا يفتح علينا وينصرنا النصر من عند الله، لا بقوة السلاح، لا بالاستغفار، لا بالكثرة، لا بالعدد. عرفت؟ ربنا قادر. قولهم يعني ربنا قادر عليه، وإن الله على نصر لقدير، النصر من عند الله. الناس استغفروا وتوبوا، ربنا بينصرهم بدون قتال، كما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر أولياء، ووعد حق. فدي ليلة التوبة والاستغفار إلى الله، والدعاء في صلاة الجمعة والإمام في المنبر وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والليلة بالليل والتلت الأخير. الله يتقبل منا ومنكم. ديكم العافية، السلام عليكم.